بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أصدقائي الأعزاء، أنا في خدمتكم مع تحليل باينانس كوين في الوقت اليومي. في هذا الرسم البياني انتهى نموذج الموج الإكس في نطاق المقاومة هذا، وكما توقعنا يمكن تشكيل نموذج ثاني كنموذج واي في رسم البياني، مما قد يؤدي إلى استمرار الاتجاه الهبوطي في رسم البياني. يمكن أن يكون الهدف الأدنى للنموذج الواي هو مستوى 61.8%، ويمكن أن يكون مستوى 78% هدفاً مثالياً للرسم البياني. هنا وفقاً للاتجاه الهابط الذي لدينا، هناك إمكانية لعبور مستوى 78%، لكن علينا أن نمنح الرسم البياني وقتاً ليحقق تقدماً الخاص به. فكر في سلوكه عند هذا المستوى إذا وصل إلى هذا المستوى. حسناً، في عملية الحركة التي يمكن أن يمتلكها هذا النموذج الهابط من خلال ضرب منطقة الدعم هذا، يمكن تشكيل استمرار لعملية التصحيح، أو يمكن تشكيل تصحيح وتقلب في رسم البياني، وبعد ذلك استمرار الهبوط. سيتم إنشاء اتجاه مع فشل المنطقة للدعم في رسم البياني. مرة أخرى يمكن أن يكون استمرار عملية التصحيح مصحوباً بتقلبات في رسم البياني. إذا مر السعر عبر نطاق الدعم هذا في نفس العملية التصحيح، فسيكون استمرار الاتجاه الهبوطي أقوى. في هذه الحالة سيزداد احتمال وصول السعر إلى مستوى 78%. حسناً، لدينا هنا نطاق مقاومة. إذا تمكن السعر من تجاوز هذا النطاق تحت أي ظرف من الظروف، فسيتم مسح اتجاهنا التصحيحي والهابط، وسننظر سيناريوهات بديلة لعملية الباينانس كوين في هذا الوقت اليومي. إذا حدث هذا فقد يكون إنذاراً للاتجاه الصعودي، وإذا تجاوز نطاق المقاومة هذا فسيتم إصدار تأكيد الاتجاه الصعودي، ويجب أن نبحث عن سيناريوهات الاتجاه الصعودي في التصحيحات التالية على رسم البياني. أتمنى أن يكون هذا الفيديو تحليل مفيدا لكم، وإلى اللقاء إلى تحاليل التالية.